كابتن خليني ابتدي مع حضرتك. احنا دايما بنحب نجيب القصه من البدايه. بدايتك مع نادي الاهلي كانت ازاي؟ بدايه محظوظه جدا يعني. يعني انت يعني معترف انك انت كان فيها حظ. كنت في المدرسه في دوري المدارس. دوري المدرسه. فلعبت ماتش كويس وجبت جول، فالراجل بيقول لي انت بتلعب، المدرب بتاعي انا بتاع الفصل يعني. بتلعب في نادي ايه يا حبيبي؟ قلت له ما فيش نوادي. قال لي ازاي؟ تحب تلعب فين؟ قلت له اي حته. كان ليا يعني تجربه كده في نادي الزمالك ورافض بقى انا القصه دي خلاص بقى نادي الزمالك. اتخذته. وبعدين واحد جه قال لي انت مش قبل ما وانت ناشئ لسه وانت جيت سافرت مع اهلي ورجعت تاني عشان العب. قال لي انت وريني كده لعبك. لعبت. قال لي انت ما بتعرفش تلعب يا ابني روح. يعني شاءت الظروف. ده كان في نادي الزمالك مش كده؟ شاءت الظروف قلت له اروح اي حته في الدنيا الا نادي الزمالك بس يعني مش عشان حاجه يعني. فقال لي تحب تروح الاهلي؟ قلت له يا ريت. انا ساكن في وسط يعني خطوتين النادي الاهلي خطوتين الزمالك يعني في وسط البلد في منطقه العجوزه يعني كده الاهلي كده تعدي الكوبري. كنت المدرسه ايه؟ كنت مدرسه ايه يا كابتن؟ كنت مدرسه الدقي الاعداديه. وكان فيها لعيبه كويسه جدا يعني. في حد منهم يا كابتن يعني اسمه اتعرف بعد كده ولا مفيش حد كان محظوظ زي حضرتك؟ ما افتكرش يعني. انا اللي بقول لك كان حظي كويس يعني. رحت خدني المدرس كان اسمه سمير رسمي والله يرحمه، واداني كابتن عوضين. كابتن عوضين جربني كده، قال بتعرف تلعب؟ قلت له ما اعرف العب. بيقولوا فلاني ليمت كده شويه. فرحت قال لي طب اقعد كلها الدرجه الاولى بتتمرن وهنتمرن احنا بتاع يا رجب. قال له قلعه ولبسه ومش عارف ايه. معاك لبس؟ قلت له معايا لبس. الجزمه بتاع باتا دي عارفها؟ البيضة خرجت نجوم دي. فقعدت فمسكت الحديد بايدي كده واتفرجت على لعيبه الاهلي بقى وهي نازله. كان بقى في جمهور ساعتها بيبقى مين النجوم بقى اللي كان نجوم ايه كلهم يا عم؟ ده من اول كرامي وثابت الله يرحمه لغايه ما كابتن محمود الخطيب. عدي بقى على مصطفى يونس وحسن حمدي وعبد الباقي فتحي مبروك وطاهر الشيخ وصفوت ومحسن صالح. انا بقى ايه ماسك الحديد وقاعد انا هعمل ايه بسمع الاهات لغايه اما بقى الاه الكبيره دخلت كابتن محمود الخطيب. الخطيب دخل طبعا دي سكسي لوحده يعني طبعا. فبصيت كان عندك كده كم سنه يا كابتن؟ كان عندي اعدادي يعني حوالي 12 14 سنه كده. ما ممكن في بدايه اعدادي 14 سنه يعني. 14 سنه يعني عشان لعبت تحت 16 سنه سنتين. وانا ما لحقتش سنتين حتى، لعبت نص سيزون كده وخدت الدوري من الراجل اللي قال انت ما بتعرفش تلعب. عظيم. في ملعبه. سبحان الله. اول بطوله ليا مع نادي تحت 16 سنه. طبعا الكابتن عوضين ليه الفضل الكبير عليا قوي الله يرحمه يعني. الله يرحمه. وانا كنت زي ما تقول صديقته كده من اول يوم، ولاني بتكلم وما اعرفش ممنوع تتكلم بس هو حاسس ان انا ايه يعني ايه لعيب كويس ويجي مني بس عايز حد يحتويني ويحبني. طب التمرينه دي يا كابتن خلي بالك يعني كانتش قد كده. ايوه لسه اقول لك الانطباع الاول يا دوب. فانت يعني شفت الجو ده الجو ايه؟ انا قاعد ماسك الحديد عامل زي بتفرج على رجلين نازله قد كده. في رهبه إيه؟ اكيد في رهبه. لا وانا طول عمري عندي شخصيه ومش ممكن ايه لعيبه ما تعجبنيش يعني اللي هم بيلعبوا دول بعمل كده. ده انا لو لعبت اعمل واسوي. ولما نزلت بقى الملعب نزلت الملعب ما اعرفش اللعيبه يعني التمرين ما كانش حلو وهو عنده فرق اساسي والكلام ده. فحطني مع العيال الاساسي ابتديت. اللي عجبه فيه انه قال ايه بيديني تعليمات فانا بنفذها. تلعب لمسه واحده اروح لاعب لمسه واحده وانا عمري ما لعبت لمسه واحده في حياتي. قال لي تيجي بكره. بكره دي بقى شاف شريف عبد المنعم. الرهبه راحت. الرهبه راحت. عرفت الفرقه. وبعمل سيروهات بقى من ناحيه الوينج ليفت وكان عندي لعيبه سرعة قوي اسمه عبد الله اليمني. طياره. اروح قاطم واحد واعملها له بشمالي رايح هو والجول من ناحيه. كابتن عوضين بص كده راح نادي العم جمعه الله يرحمه وقال له مضي الواد ده. قال له مضيه. وما خدش في ايديهم غلوه. سنتين الانتقال بقى للفريق الاول. سنه الانتقال اللي هو بقى انتقال من كل مجموعه مرحلة. تلعب مع الفرقه الثانيه. انت طلعت فريق اول عندك 16 سنه او خدت مع الكابتن عوضين البطوله دي ومسك هو 18 سنه وجي كابتن سايس مسك 16 سنه الثانيه بقى اللي ليا انا اللي من حقي العب اللي هو انت بتبقى كبير فيه بقى يلعبني هنا ويلعبني هنا 16 و18 في الاثناء دي كلها كان مستر كوتي الله يرحمه دي كوتي
وكابتن فؤاد شعبان وكابتن عزت ابو الروس ربنا يديله الصحه. بيبصوا علينا على اللعيبه كلها. بس ده يفسر حضرتك خدت بطولات كتير بالرغم ان حضرتك اعتزلت صغير. فيش بطوله لعبتها ما خدتهاش. خلينا نتكلم بس عن فكره هو ازاي انتقل للفريق الاول. ملابسات انتقال للفريق الاول. جاي لك انا عواضين مسك 18 وكابتن جوهري 21 سنه. فرقه اسمها الامل. احنا كان عندنا في 18 سنه دول خالد جد الله وجمال جوده وجمال الجندي الله يرحمه. فرقه مش عايز اقول لك برده يعني انا لحقت ولعبت معاه منتخب ناشئين. لعبت مع جمال جوده وخالد جد الله. جمال جوده اللي انتقل للنادي المصري بعد كده. جد الله كان العمده. طبعا. ايام هو اكبر مني في السن. وجمال عبد الحميد كان بيلعب في 21 سنه. مع الامل. مع الامل وما بيلعبش. كابتن جوهر يعني لعبه شويه ما لعبوش. كانت فرقه مقفوله كده بياخدوا منها اي عنصر يكملوا بيها الدرجه الاولى. الدرجه الاولى يعني نبيل بحطيتي النهارده لسه بعت لي على الفيسبوك ففرحت قوي لما شفته على الفيسبوك. اخدوا نبيل بحطيتي السمري دكتور علي زور علي زور ابن علي زور. فهو علي زور هو اللي كان يعني بيلعب الخطيب لما يتعور ما اعرفش ايه بياخدوه يلعب في المنطقه دي. والخواجه قاعد اتفرج علينا لغايه ما جت مباراه اهلي وزمالك عندنا في الملعب. وكنا متاخرين بهدف وانا بقى ايه كنت واخد الكوره صاحب الكوره عامل بقى شغله ازاي انا ما اتغلبش عندي الحته بتاعت تيشيرت الاهلي عندي الشخصيه ما بخسرش برقص الفرقه كلها ما ببصيش اباصي بس عند العرضيه او اي حاجه اشوط اعمل. ولعب معايا الماتش ده مجدي عبد الغني فحطيني انا ومجدي عبد الغني في دماغه وكتب كلمتين كده اتفرج على جمال عبد الحميد ده مره كده عجبه الستايل ما كانش بيلعب حط اسمه فخدونا احنا الثلاثه من غير ما احنا نعرف حطونا فيرست تيم في القايمه بتاعت افريقيا احنا كنا ناشئين يعني بيكملوا كده لعيبه فبيتحطوا خلاص الثلاثه دول الثلاثه دول اتحطوا واحنا ما نعرفش خالص 76 يعني. يا كابتن ولا بعد 76؟ في 76. تتذكر القايمه كان كام لاعب؟ لا انا ما اعرفش انا اعرف ان انا بس كان القايمه زمان بس عشان يتفرجوا عليا عملوا ماتش مع منتخب ناشئين كان كابتن فتحي نصير هو اللي ماسك منتخب الناشئين وبابي الالماني وانا كنت بقى ابتديت انا بلعب بقى ضد الاهلي والفرقه الاساسيه بتاعت الاهلي المنتخب مع نينكوفيتش في ماتش بس انا بلعب الفرقه اللي موجوده محليه يعني اللي موجودين وخدت كان اقوى حاجه عندنا حمدي جمعه ده ربنا يديك له الصحه انك تعدي من حمدي جمعه ده يبقى انت انجاز ده لا انت تلعب درجه اول على رايي وخدت حمدي واحده كده ناحيه الشمال ونطرته في التراك وقام فحر ورايا المهم انا عملت ماتش بس حصلت مشاكل بيني وبين لعيبه وجمال عبد العظيم ومش عارف مين فدخل لي جوه كابتن فؤاد شعبان إيه انت بتعمل ايه لقيت حد بيهجم عليا انا مش فاهم حاجه خالص إيه انت بتعمل مشاكل انت طالع معايا الصومال بكره انت ما كنتش فاهم حاجه خليك بقى هنا لغايه ما نرجع ونشوف الدنيا فيها ايه مش فاهم حاجه برضو وما سافرتش ما سافرتش خدوا جمال عبد الحميد راح جمال عبد الحميد معاهم بس تفكر زمان احنا بنلعب 11 وخمسه احتياطي وبيطلع معانا اثنين ان كيس يعني لو حصل حد تعب ولا بس جمال بقى قعد في الاثنين اللي هم بره انا كانوا عايزيني يعني يبقى ليا شرف ان انا ايه اعيش في اجواء في الاجواء دي لما رجعوا بقى تعادلوا 1-1 هناك كابتن خطيب جاب جول انا جم نهدهولي بقى انت تيجي بكره تتمرن مع الدرجه الاولى و زعلت انت ما سافرتش؟ ولا في دماغي ولا اعرف القصه دي انا بعدي اجيال انا عندي انا عندي في دماغي ناس لعيبه بتفرج عليها انا بتفرج على فرقه الامل دي دول الكباتن بتوعنا وبلعب معاهم كنت رحت لعبت مع جوهري شويه ولعبت يعني انا مش فاضي انا بلعب 16 سنه و18 سنه و21 سنه بس ده مطلوب بلعب 3 ماتشات في الاسبوع وانا مش عارف قصه يعني ما اعرفش قصه ان انا العب في الدرجه الاولى دي لسه ما كانتش جت في دماغي كل اللعيبه اللي حواليا عاملين حساب الحته دي طبعا مستنيينها جمال خالد جد الله انا قلت خالد ده اول واحد يروح جمال جوده جمال الجندي كل دول اكبر مني بالسن كمان مستنيينها انا مش واخدها بالاحرف مش واخدها واخدها بالاقدميه يعني ما الماتش اللي خلاك تنتقل بقى من المرحله دي لمرحله الفريق هو الماتش ده ماتش العوده جالي كابتن عزت ابو الروس قال لي انت بكره هتلعب الشوط الثاني مكان الكابتن علي زور
تروح تنام بدري النهارده وتيجي. كان مع مين الماتش؟ الصومال. الصومال ده اللي هو الكابتن هروحه ده الماتش العوده بتاعه. ايوه. وكانت الدنيا شتاء وتلعب في استاد القاهره، خدت شنطه كده وانا ماشي، فوالدتي بتقول لي رايح فين؟ قلت لها بقول لك ايه، افتح التلفزيون النهارده يمكن تلاقيني. قلت لها بقول لك افتح بس التلفزيون النهارده يمكن تلاقيني. يا لو كانت معترضه خالص على حكايه الكوره. كان زمان بيعترضوا. وفعلا فتحوا التلفزيون وقلت لك انا محظوظ يعني. ولعبت تاني تايم، كابتن خطيب خدني من ايدي كده. الماتش هناك، الماتش هناك، الماتش بقى اللي انا نازل 1-1 صح؟ الماتش هناك 1-1. كان كابتن خطيب جاب جول اول شوط هنا 1-0 وانا نزلت. خرج علي زاوية زي ما قالوا بالظبط كده، وانا نزلت لعبت وينج رايت، ما كانش كابتن مصطفى عبده كان متعور حاجه زي كده. والعب مع هيثم مع اسامه ان الكوره تجيلي ولا حد يبصي لي. مفيش 10 دقايق رايح جاي، الهجمه تمشي كده وانا راجع معاك. هي رايحه وانا راجع، وانا عامل فيها عمده في. بس على فكره ده كويس في الناشئين، انا عمده الملعب يعني، تديني الكوره وانا افكر اعملها كده. بس على فكره ربنا بيحبك عشان خلاك تاخد احساس الملعب الاول. لا، وكابتن خطيب مديني كلمتين شيء صفه، تكلمني قال لي خلي ودنك معانا، خلي مش عارف ايه، مش عايزينك ما تخافش يعني. ما تطلع ولازم هتخاف بيني وبينك. بس انا ال10 دقايق الظهر اللي جريتهم دول خلوني خدت على الملعب لغايه اما راح مغير حد قال له انزل شغل الراجل اللي هناك ده عايزين نشوفه ده ما جاتوش الكوره. الكوره الوحيده اللي مسكتها بايدي هاند بول. اعمل ايه؟ اول لمسه عايز اشترك الفريق الاول بايدك. فرحت راح لعب لي صفوة واحده بوست ثلاثه طبعا سرعات كابتن صفوة. انت عارف اللي لقى فرخه بيجري وراه وجعان مشتاق الكره دي، واحد واثنين وثلاثه لقيت سمعت الها بس خلاص الكره جانا. بس الخطيب يستلم مني الكره واسحبها اروح شايطها، الجمهور يهيص، اعمل واحده لمحسن صالح مش عارف ولا لمين، تك جول. بعدين لقيت نفسي انا عدليتي شمال يعني، مش مش من ناحيه اليمين، العب ناحيه اليمين ادي انما مش انا يعني. شويه كره جت كده فاتلعبت، فانا عملت السويتش ودخلت لجوه ورحت طاهر الشيخ لعبها بالعرض، لقيت نفسي بطير كده وبطلع في وسط الاثنين وبضربها بدماغي لقيتها في المقص. إذا لما تبقى تكف وتلعب الكره وتيجي في المقص وبعدين تشوفها دخلت الجون ولمست الشبكه والناس عيطت وتنزل، هاتني بقى هتجيبني منين ساعتها؟ اكني بلعب تحت 16 سنه طالع وبتنطط زي رونالدو كده وبرفع ايدي محدش عبرني. رونالدو مره واحده مش مبالغ انت شويه في القصه دي كده. ماشي التنطيط انا بقول. كابتن فتحي مبروك الوحيد اللي جاي. برافو يا ولد، يلا ارجع. ورجعت وخرجت. دي كانت بدايتك. والصحافه بقى موهبه جديده، نجم ستارز بورن بقى يعني، عملوا عليا هاله واخد الشنطه. وانت صغير كنت وسيم برضو خلي بالك. استنى لا 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 ده في حاجات لذيذه قوي. واخد الشنطه بقى وراه مروح بقى ايه من النادي الاهلي من على النيل ماشي، وعديت الكوبري ونزلت لغايه نعمه بتاع الفول وقعد ابص للناس. انت مستني حد يعرفك يتصور معاك؟ مفيش حد يتفرج على الماتش. عديت كده ماشي شويه، واحد قال لك الواد اهو اللي كان الواد ده اهو، لا ده بتاعنا بتاع العجوزه اللي جاب الجون النهارده. رحت مادد. لسه بدايتك مع الصوره. رحت مادد، روحت البيت بصوا لي كده وضحكوا. طب الوالده قالت لك ايه؟ ضحكوا يعني اول ما شافوني قالوا لي ايه ده؟ طب مبروك مش عارف ايه. خلينا نغير راينا. لا ده المعامله اتغيرت. ايوه يا باشا المعامله على طول اتغيرت.